مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، يستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة مصطفى مزار. مرة أخرى إليك مصطفى. من جديد شكرا محمد وشكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا وفي محطتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 19، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الأسكندرية 25-18 مائل للحرارة، في مطروح 24-19 مائل للحرارة، في بورسعيد 25-21 مائل للحرارة، في الإسماعيلية 26-17 يكون الجو أيضا فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 18 درجة ويكون الجو فيها مائل للحرارة. في العريش 26-20 يكون الجو فيها مائل للحرارة، في طابة 26-21 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 30-23 حار، وفي الغردقة 30-21 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 31 درجة والصغرى 18 درجة ويتسم الجو بالحرارة، في أسوان 32-19 يكون الجو فيها حار، في الوادي الجديد 31-15 يكون أيضا فيها الجو حار، في شلاتين 32-23 يكون الجو حار، في حلايب 29-24 يكون الجو فيها حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.